بدايات يعني لسه بنبتدي، بنقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني ان شاء الله الدنيا تبقى احسن واحده واحده. دايما انت عارف الماتشات بتجيب بعض يعني، وعندنا شويه اصابات ان شاء الله ترجع بالسلامه كده. عندنا 3 4 لاعبين عندهم مشاكل، الحمد لله رب العالمين يرجعوا معانا والدنيا تبقى احسن باذن الله رب العالمين. طبعا هو بصي، هو كل ماتش خلاص انت ما بقاش في ماتش سهل وماتش صعب. يمكن زمان كان الوضع مختلف، كان المنافسه مقتصره على كام فرقه، لا دلوقتي انت اي ماتش لو مجرد ما تهاونت فيه ما اديتوش حقه هيبقى ماتش جامد، ومحدش عنده استعداد ان هو يفقد نقطه في ظل الوضع اللي احنا شايفينه. يعني الاستعدادات كويسه، شغالين، سيستم محطوط باسلوب معين، بصراحه اللعيبه كلها ملتزمه واللعيبه الرجاله بتعمل اللي عليها، مدير فني على مستوى، جهاز بيحاول يعمل اللي عليه، يعني طبعا اداره بتحاول تساعد على قد ما تقدر. يعني ان شاء الله الدنيا ماشيه كويس باذن الله رب العالمين. دعواتكم يعني. الحمد لله على المكسب. يعني ماتش يمكن يعني الاداء ما كانش احلى حاجه، غلطنا كتير في الحاجات في الدفاع، كان عندنا مشاكل شويه في الهجوم، بس يعني بنحاول ان احنا نصلحها. فريق الجيش طبعا فريق محترم، كابتن اشرف توفيق يعني غني عن التعريف، كان يعني قعدنا ان احنا حاولنا ان احنا كل واحده واحده الاخطاء دي نصلحها في الملعب وكده، بس لسه ان شاء الله عندنا اخطاء تانية لازم نصلحها، عشان يعني الطريق يعني دلوقتي بقى اصعب، كل الفرق بقت قويه، كله بقى عايز يكسب البطل، فان شاء الله ماتش مع ماتش ان شاء الله المستوى يعلى. طبعا كابتن اشرف مدرب محترم جدا، خصوصا برده معاه لعيبه يعني كلها معظمها لعبت في الاهلي، فلعيبه يعني على كواليتي عاليه، فطبعا الماتش ما بقاش وان سايد جيم خالص، ما بقاش في ماتش دلوقتي اصلا وان سايد جيم في الثمانيه الكبار، فكل ماتش بقى ان انت لازم تستعد له كويس، لو مش مستعد له عادي ممكن تخسر عادي جدا اي ماتش من الثمانيه يعني، فكل ماتش لازم ندي له احترامه ونجهز ونحترم اللعيبه الثانيه عشان نظهر بمستوى كويس. طبعا هو احنا زي يعني احنا بناخد ماتش بماتشه، ما فيش حاجه اسمها احنا بنجهز يعني مثلا الاتحاد او الزمالك او ايا كان، ماتش اللي جاي عندنا اتصالات يوم الاثنين، فريق محترم طبعا عنده عناصر كويسه، يعني لازم نركز فيه خطوه كل ماتش، نركز لل يعني اللعيبه بتاعته ونجهز ليه، علشان ما ينفعش انا اركز في ماتش بعد ماتش لا. فعندنا اتصالات ان شاء الله يوم الاثنين، بكره اجازه، مرن يوم الاحد، نجهز اللعيبه ان شاء الله باذن الله ننزل ماتش الاثنين اتصالات، نعمل ماتش كويس ان شاء الله ونكسب باذن الله. احنا الحمد لله بقى لنا حبه بنتمرن ان احنا هنبدا الدوري خلاص، فاحنا عندنا ماتشات مهمه، عندنا 14 ماتش بيحددوا من الاول للثامن عشان نبدا مرحله البلاي اوفز. يمكن النهارده ظهرنا بمستوى اقل من مستوانا شويه، لسه عندنا احسن من كده، ودي حاجه يعني بنوعد بيها الجمهور ان احنا الفتره الجايه هنركز اكتر ونحسن اكتر من كده ان شاء الله. يمكن احنا فرقه معروف طبعا ان احنا بنحب ندافع، كوتش من اول يوم جه وهو اول حاجه او اول تعليق قاله انتوا فرقه ما بتدافعش، لازم ندافع اكتر. احنا درسنا فرقه الجيش كويس، معاهم كوتش كبير جدا كابتن اشرف توفيق، اللعيبه على مستوى عالي، كله بيحاول يعمل حاجه عشان خاطر نادي الجيش. احنا حاولنا ندافع على قد ما نقدر باعلى مستوى، يمكن كان في قله تركيز سنه او ارهاق، ما اعرفش يعني، ممكن اكون انا حاسس بارهاق فالباقي ممكن يكون حاسس بارهاق، فده الكوتش اتكلم فيه في الهاف تايم، هو قال لنا انسوا ان انتوا تعبانين، حاولوا بس تحطوا شويه ايفورت زياده هنكسب، وبعدين نعمل ريكفري، ناخد داي اوف، نتصرف ساعتها يعني.